الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني أخواتي أبنائي بناتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما هو عنوان خطبتي في الجمعة الأولى لشهر رمضان؟ ما هو عنوان خطبتي غدا إن شاء الله؟ غدا الجمعة الأولى لشهر رمضان. أذكر كالعادة، علم البرمجة الإلهية المبين يعتمد على الأعداد الأولية والأعداد القرآنية. تذكير باستشهاد مصعب الخير. وفي شوال من السنة الثالثة من الهجرة النبوية، وبعد انتهاء القتال في غزوة أحد، ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ساحة المعركة يتفقد أحوال الجرحى والشهداء، فرأى الكثير قد فاضت أرواحهم، منهم مصعب بن عمير رضي الله عنه. قال ابن القيم في كتابه صفوة الصفوة وابن سعد في الطبقات، قال: حمل مصعب اللواء يوم أحد، فلما جال المسلمون ثبت به مصعب، فأقبل ابن قميئة وضرب يده اليمنى فقطعها، ومصعب يقول: ما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. أخذ اللواء بيده اليسرى وحنى عليه فضربها فقطعها، فحنى على اللواء وضمه بعضيه إلى صدره وهو يقول: ما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. ثم حمل عليه الثالث بالرمح فأنفذه. وقال مبارك فوري: وقاتل مصعب بن عمير بضراوة بالغة يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم هجوم ابن قميئة وأصحابه، وكان اللواء بيده فضربوه على يده اليمنى حتى قطعت، فأخذ اللواء بيده اليسرى وصمد في وجوه الكفار حتى قطعت يده اليسرى، ثم بارك عليه بصدره وعنقه حتى قتل، وكان الذي قتله ابن قميئة وهو يظنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لشبهه به. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انصرف من أحد مر على مصعب بن عمير وهو مقتول على طريقه، فوقف عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا له، ثم قرأ هذه الآية: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أن هؤلاء شهداء عند الله يوم القيامة، فأتوهم وزوروهم، والذي نفسي بيده لا يسلم عليهم أحد إلى يوم القيامة إلا ردوا عليه. تذكير بسيط عن استشهاد مصعب الخير. والآن سنرى كيف تتعامل البرمجة الإلهية مع مصعب الخير، ومع ما هو عنوان خطبتي في الجمعة الأولى لشهر رمضان. بدون الرتب، مع الرتب. تطبيق علم البرمجة الإلهية على ما هو عنوان خطبتي في الجمعة الأولى لشهر رمضان. المجموع بدون الرتب، المجموع مع الرتب. بواقي القسمة الأقليدية، هذا اقسمه على 23 باقي القسمة 5. أولي رتبته 3، أولي رتبته 2، أولي رتبته 1. هذا أولي رتبته 3، وهذا أولي رتبته 2، واثنان أولي رتبته 1. المجموع بدون، المجموع معه. هذا أصغر من 114، أكبر من 23، اقسمه على 23 باقي القسمة 12. هذا اقسمه على 114 باقي القسمة 7، 7 أولي رتبته 4. اقسمه على 23 باقي القسمة 6. انظروا هنا، 7 زائد 4 زائد 6 يساوي 17، أولي رتبته 7، أولي رتبته 4. الله في جميع اللغات 114. انظروا إلى الجمال. هذا مع هذا مع هذا مع الله يعطيك عنوان خطبتي ليوم الجمعة المقبل إن شاء الله. مصعب يهمس في أذن رمضان، مصعب يهمس في أذن رمضان. نقول الله أكبر. الآن انظر معي، هذا ناقص هذا يعطيك هذا العدد. أمره الله سبحانه وتعالى أن يكون أولياً رتبته 63، ماذا بقي؟ بقي هذا وهذا وهذا لم يشاركوا. 7 زائد 4 زائد 12 يساوي 23، أولياً رتبته 9. الآن هذا ما هو؟ هو مدة الوحي.
أول رتبة السعة، انظروا إلى الجمال. هذا العدد الآن، هذا العدد مع هذا العدد، هذا وهذا وهذا تعاملوا فيما بينهم. الآن هذا مع هذا، انظروا معي إلى الجمال، مع الله 114، مع مجموع رتب مصعب يهمس في أذن رمضان، مع 23، مع 63، مع 23، مع 23، ماذا يعطينا؟ يعطينا نفس الإجابة، مصعب يهمس في أذن رمضان، نقول الله أكبر. اقسم على 114 و23، باقي القسمة، باقي القسمة. أوليا رتبته 26، أوليا رتبته 5، 5 أوليا رتبته 3، 3 أوليا رتبته 2، 2 أوليا رتبته 1، انظروا إلى الجمال. مجموع هذه الأعداد 149، أمره الله أن يكون أوليا رتبته 35. الآن هذا نقص هذا نقص هذا نقص هذا نقص هذا نقص هذا نقص هذا، جمعنا أعطانا هذا، طرحنا أعطانا هذا، هذا أوليا رتبته 16. الآن 114 ناقص 35 يساوي ذاك العدد الأساسي للمبين، الله في جميع اللغات. الآن ننظر معي، 114 زائد 114 ناقص 53 ناقص 16 يعطيك هذا العدد. ما هو هذا العدد؟ هذا الله مع الرتب، الله مع الرتب. الآن ننظر، العنوان ظهر مرتين، ظهر العنوان مرتين، سأجمعهما يعطينا هذا العدد. الآن طرحنا هذا، طرحنا منه هذا، أعطانا الله. الآن هذا زائد هذا يعطينا 184. الآن ننظر إلى الجمال، هذا ناقص هذا ناقص الله الناتج عنهما، عن هؤلاء، يعطينا هذا. ما هو هذا؟ فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. الآن مجموع رتب الدراسة، سأجمع رتب الدراسة كلها، سأجمع رتب الدراسة كلها، من فرضها؟ فرضها الله سبحانه وتعالى. تعطينا هذا العدد، الله في جميع اللغات 114، مدة الوحي 23، أول نقطة 9، انظروا إلى الجمال، 196 ناقص 114 زائد 23 زائد 9 يعطينا هذا العدد، هو الله مرة أخرى. الآن مجموع الأعداد المبينية، سأجمع كل الأعداد المبينية، هذا عدد كلها باللون الأصفر، سأجمع الأعداد المبينية حتى هذا، هذا مبيني عمر وفاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، سأجمع كل الأعداد المبينية. أعطانا هذا، هذا هو رتبة العدد الأولي 6271. الآن مجموع رتب الآية، هذا ناقص هذا يعطيك مجموع رتب الآية. وانظر معي، انظر معي، انظر هؤلاء، مجموع هؤلاء، المجموع بدون والمجموع مع وما نتج عنهم يعطينا هذا العدد. الآن ننظر، هذا العدد، هذا ناقص هذا مرة أخرى، مجموع رتب مصعب الخير أولي رتبته. الآن الله في جميع اللغات 114، انظر إلى الجمال مرة أخرى، انظر، هذا مع هذا مع هذا مع هؤلاء، انظر يعطينا ماذا؟ يعطينا فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. هؤلاء، إذن هؤلاء كلهم مع 63 مع 114، انظر، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. الآن هذا ناقص هذا يعطينا هذا، مدة الوحي 23، أول يوم 9، الآن 114 زائد 23، العددان المبينيان، أول يوم 33، انظر معي للجمال، هذا ناقص هذا ناقص هذا ناقص 307 مع 63 يعطيك هذا. ما هو هذا؟ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، ما كان يقوله، ما قاله مصعب بن عمير قبل أن يتوفاه الله في ساحة اللغة، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. الله أكبر. انظروا كيف برمج الله سبحانه وتعالى هذا العدد، فيه 37 فيه 65،
أولي رتبته، انظر إلى الجمال. الله في جميع اللغات. لا ننظر، انظر، هذا ناقص هذا يعطيك هذا. الآن الله في اللغة العربية، في لغات العدد الأولية في اللغة العربية، الله مع الرتب، هنا الله بدون الرتب، هنا الله مع الرتب، انظر إلى الجمال. هذا مع الله بدون، مع الله مع، مع هذا، مع هذا، مع هذا، مع هؤلاء، انظر، مع هؤلاء، مع هؤلاء، مع هؤلاء، مع هذا، انظر، ماذا يعطينا؟ يعطينا من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا، ما قاله النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما رأى مصعب بن عمير ميت قد توفاه الله سبحانه وتعالى. الله أكبر، انظروا أين جاء هذا العدد، انظروا، الله بدون، الله مع، مجموع رتب هذا الآية، مع هؤلاء كلهم، مع هؤلاء كلهم، مع هذا، انظروا إلى الجمال. الآن هذا ناقص هذا يعطيك هذا العدد، أمره الله سبحانه وتعالى أن يكون أوليا رتبته هذه. الآن انظروا إلى الجمال، هذا مع هذا، مع هذا، انظروا معي، مع الله بدون، مع الله مع، انظروا، مع هؤلاء، مع هذه الرتبة، انظروا معي، مع الرتبة يعطينا هذا. ما هو هذا؟ أشهد أن هؤلاء شهداء عند الله يوم القيامة، فأتوهم وزوروهم، والذي نفسي بيده لا يسلم عليهم أحد إلى يوم القيامة إلا ردوا عليه. نقول الله أكبر. الآن انظروا معي، 57 لم يشارك إلى الآن، مع 12 عزل الله 12 هنا، هذه رتبة، إذن هذه الرتبة مع هذه الرتبة يعطينا 69. الآن الله بدون في اللغة الفرنسية، الله مع الفرنسية، انظر، هذا مع هذا مع هذا يعطيك مرة أخرى الله في جميع اللغات. الآن انظر معي، هذا ناقص هذا يعطيك هذا العدد، أوليا رتبته 266. الآن مجموع الأعداد بعد 12000، بعد هذا، بعد ما قاله النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مجموع الأعداد بعد إلى هنا يعطينا هذا، اقسم على 114 23 باقي القسمة، باقي القسمة، هذا يقسمه على 23 باقي القسمة 3، أولي رتبته 2، أول رتبته 1، المجموع 79. أمره الله سبحانه وتعالى أن يكون أوليا رتبته هذه 79 زائد 22 يعطينا هذا العدد، أولي رتبته 26، انظروا إلى الجمال، هذا مع هذا مع هذا مع هذا مع الرتبة، انظروا معي، مع هؤلاء الرتب، مع هذه الرتبة، انظر، مع هذه الرتبة، ماذا يعطينا؟ يعطينا فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. الآن انظر معي، 101 زائد 26، هنا 101 لم يشارك، 101 زائد 26 يعطينا 127، أولي رتبته، أولي رتبته، أولي رتبته، أولي رتبته، أولي رتبته، أولي رتبته، انظروا إلى الجمال، هذه الرتبة الأساسية هنا مع 79 مع 22 مع هذا يعطينا ماذا؟ يعطينا فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون مع هؤلاء مرة أخرى، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، لأن مجموع هؤلاء الأعداد يعطينا 53، أول رتبته 16، الآن الله بدون، الله مع، انظروا معي، هذا زائد هذا، مع هذا مع هذا، مرة أخرى يعطينا الله في جميع اللغات. الآن انظروا إلى الجمال، هذا مع هذا، مع 159، مع 114، مع 53، مع 16، تكرر هذا، يعطينا سنة ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم. اقسم على 114 23، لا يوجد باقي قسمة، باقي القسمة هنا، اقسم هذا على 114، هذا على 114 يعطيك 5، النتيجة 5،
أول نسبة ثلاثة، أول نسبة اثنان، أول نسبة واحد. انظر إلى الجمال، مجموع هؤلاء 29. أول نسبة عشرة، انظر إلى العظمة، هذا مع هذا مع هذا مع هذه الرتبة الأخيرة هنا يعطينا ماذا؟ يعطينا سنة استشهاد مصعب بن عمير. الله أكبر. لا ننظر معي، هذا مع هذا مع هذا، هذا مع هذا، انظر مع هذا مع الله مع الله مع الله، انظر مع هذا العدد ماذا يعطينا؟ يعطينا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. مرة أخرى انظر إلى الجمال، فيه 37 37 65. أول نسبته، هذا هو رتبة العدد الأولي 313. لأن ننظر معي إلى الجمال، هذا مع هذا سنة الاستشهاد مع سنة الميلاد مع هذا، فرب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. يعطينا مرة أخرى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. الله أكبر. وهذا زائد هذا زائد هذا يعطيك الله. وانظروا معي، 53 الذي عزل لم يشارك، 53 ناقص 16 يعطينا هذا. أول نسبته 12، 37 زائد 12 يساوي 49. هذا رتبة العدد الأولي 227. الآن انظر معي، 114 ناقص 49 يعطيك 65. تعرفوا رتبة العدد الأولي هذا، لأن مرة أخرى هذا مع ميلاد سنة ميلاد سنة استشهاد مصعب بن عمير مع سنة ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم مع هذا، فورب السماء والأرض مرة أخرى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. لأن ننظر معي، سبحان الله، هذا مع هذا مع 65 مع هذا مع هذا، انظروا إلى الجمال، مع 114 مع 114، انظروا معي ماذا يعطينا؟ يعطينا هذا، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. لأن هذا ناقص هذا مجموع رتب الآية يعطينا هذا، و 37 ناقص 12 37 ناقص 12 25 اقسموا على 23 بقى القسمة 2 أول نسبة هو 1. انظر معي، وما محمد إلا رسول ظهر هنا ثلاث مرات متتالية، ثلاث مرات متتالية. انظر معي نجمعها، لأن ننظر إلى الجمال، هذا مع 25 ناقص 605 يعطينا هذا، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. الله أكبر. لأن هذا ناقص هذا يعطيك هذا، أول نسبته، أن ننظر إلى الجمال، انظر هنا قلنا، انظر معي هنا قلنا هذا زائد هذا ناقص هذا، هنا هنا الآن ما هو؟ هنا ناقص زائد، هنا زائد ناقص، الآن ناقص زائد العكس يعطينا هذا. الخمسة وعشرون ناقص اثنان ناقص واحد، 25 ناقص اثنان، هؤلاء لم يشاركوا، 25 ناقص اثنان ناقص واحد يساوي 22. رتبة العدد الأولي 79. انظر إلى الجمال، هذا مع هذا مع هذا مع هذا يعطيك هذا، أشهد أن هؤلاء شهداء عند الله يوم القيامة فأتوهم وزوروهم، والذي نفسي بيده لا يسلم عليهم أحد إلى يوم القيامة إلا ردوا عليهم. الله أكبر. اقسم على 114 و23 باقي القسمة، لا يوجد باقي القسمة، هذا أول رتبته وهذا أول رتبته، هنا يوجد باقي القسمة، اقسم هذا على 23 النتيجة 563. أول رتبته هذه، أول رتبته هذه، لأن ننظر مجموع هؤلاء يعطينا هذا، أمره الله سبحانه وتعالى أن يكون أوليا رتبته 138. انظر إلى الجمال، هذا ناقص هذا ناقص ذاك 79 العدد الأولي، ها هو يعطينا هذا سنة ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الله في جميع اللغات 114. لأن ننظر 138 ناقص 114 يعطيك هذا، انظر إلى الجمال، هذا ناقص رتبته ناقص زائد 24 ماذا يعطيك؟ سنة استشهاد مصعب. الله أكبر. سنة ميلاد الرسول وسنة استشهاد مصعب متلازمتان. انظر إلى الجمال، لأن ننظر هذا ناقص هذا ما قاله مجموع رتب ما قاله النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هذا أولي رتبته، لأن ننظر انظر إلى الجمال، هذا ناقص هذا
ناقص هذا، ناقص هذا، ناقص هذا، ناقص هذا، جمعناهم الآن سنطرحهم، يعطيك هذا. الآن هنا هذه الجهة المجموع 94، المجموع 94، الله 114، انظر إلى الجمال. هذا مع هذا مع ال 94 مع ال 114 يعطيك سنة استشهاد مصعب بن عمير. جمعنا هذه الجهة، جمعنا هذه، الآن سنجمع هذه الجهة، يعطيك هذا مدة الوحي 23 أو بين 9، انظر إلى الجمال. هذا مع الله مع التسعة يعطيك سنة ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم، الله أكبر. الآن ذاك 79، 79 زائد 22 زاد رتبته، يعطيك هذا. أولي رتبته 26، اقسم على 23 باقي قسمة 3، أول رتبته 2، أول رتبته 1. الآن انظر معي، مجموع الأعداد، مجموع الأعداد من هنا إلى 101 يعطيك هذا مباشرة. انظر، مجموع الأعداد من هنا، من هنا سنة استشهاد، من هنا إلى 101 يعطيك هذا العدد. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. لأن هذا ناقص هذا يعطيك هذا، لأن مجموع الأعداد، انظروا معي، مجموع الأعداد من هنا بعد هذا، بعد ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، إلى هنا، إلى ما قبل هذا، هذا جمعناه يعطيك هذا. الآن انظر، 101 زائد 26 هذا زائد هذا، 101 زائد الرتبة، انظر 101 زائد الرتبة يعطيك هذا. أمره الله أن يكون أوليا رتبته، وهذا أول 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 رتبته. انظر إلى العظمة، هذا مجموع كل هؤلاء زائد 101 زائد 26 زائد هذا زائد هذا زائد هذا ما زائد سنة ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم، ماذا يعطيك؟ يعطيك فرب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. اقسم على 114 و23 باقي القسمة، باقي القسمة، هذا يقسمه على 23 باقي القسمة 18، انظر إلى الجمال. هذا زائد هذا زائد هذا يعطيك هذا. الآن هذا مجموع رتب الآية، هذا مجموع رتب الدراسة. الآن سأجمع جميع رتب الدراسة، كل رتب الدراسة كلها، كل رتب الدراسة، كل رتب الدراسة من البداية، كل رتب الدراسة من البداية، كلها 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 بدون استثناء، كل رتب الدراسة من البداية، انظر كل رتب الدراسة من البداية يعطيك هذا. الله في جميع اللغات يعطيك هذا. الآن انظر إلى الجمال، هذا زائد هذا ناقص الفرق من 114 و106 ماذا يعطيك؟ يعطيك هذا. ما هو هذا؟ مصعب يهمس في أذن رمضان، الله أكبر. الآن هذا ناقص هذا يعطيك مجموع رتب عنوان الجمعة القادم، أول رتب 63، انظر إلى الجمال. هذا مع هذا مع هذا، انظر، مع هذا مع هذا مع هذا مع هذا عزل 18 و 9 والواحد، ماذا يعطيك؟ يعطيك فرب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. الآن 18 والواحد، 18 لم يشارك، لم يشارك أول رتبته. الآن سيبحث عن ذاك 87 ليوصلك إلى الله، الله أكبر. وانظر الجمال، انظر الجمال، هذا مع هذا كانا يبحثان عن الثمانية ليوصلاك إلى مصعب يهمس في أذن رمضان. هذا ناقص هذا يعطيك مجموع رتب العنوان أول رتبته. الآن الآية، هذا ناقص هذا يعطيك مجموع رتب الآية، مدة الوحي 23 أول رتبته 9. الآن مصعب يهمس في رمضان ظهر ثلاث مرات، ثلاث مرات، انظر معي، ثلاث مرات هي هذه. الآن انظر، هذا مع 23 مع 9 مع 605 مع 307 مع 63 ماذا يعطيك؟ يعطيك اشهد ان هؤلاء شهداء عند الله يوم القيامة فأتوهم وزوروهم والذي نفسي بيده لا يسلم عليهم احد الى يوم القيامة الا ردوا عليه، الله اكبر. الآن هذا ناقص هذا يعطيك هذا. أمره الله سبحانه وتعالى أن يكون أول رتبته، انظر
انظر إلى الجمال. هنا هذا ناقص هذا 1699 ناقص 266، انظر انظر إلى العظمة والجمال والبهاء. كل هذا للدعوة إلى الله، تحدوا به الملاحدة، تحدوا به غير المسلمين. انظر إلى البرمجة الإلهية، انظر هذا ناقص هذا يعطيك هذا. أمره الله أن يكون أولي رتبته هذه، أمره الله أن يكون أولي رتبته هذه. الآن ننظر 63 63 مع 23 مع 9، انظر الأعداد المبينية يعطيك 95. الآن ننظر إلى الجمال، هذا هذا ناقص هذا زائد هذا ناقص هذا ناقص هذا ناقص 95 يعطيك مصعب يهمس في أذن رمضان. الله أكبر، الله في جميع اللغات. مدة الوحي 23، رتبة العدد الأولي 83. الآن ننظر 114 ناقص ذاك 95 المكون من العددين المبينيين يعطيك هذا أولي رتبته. انظر إلى الجمال، هذا هذا 19 انظر و 23 انظر، وهؤلاء مرة أخرى ماذا يعطيك؟ يعطيك هذا، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. وانظر إلى الرتب، انظر إلى الرتب، انظر هذه الرتب، هذه وهذه وذاك 83 الذي لم يشارك إلى الآن يعطيك ماذا؟ سنة استشهاد مصعب بن عمير. وانظر إلى الجمال، 83 زائد الرتبة زائد رتبة الرتبة 9 يعطيك هذا، يعطيك لا 83 زائد 23 زائد 8 الذي لم يشارك، هذه 8 الذي لم يشارك ماذا يعطيك؟ يعطيك الله في جميع اللغات. الله أكبر. وانظر الآن 83 زائد رتبته زائد 9 هو رتبة 23 يعطيك هذا. انظر إلى الجمال، 26 625 سنة استشهاد مصعب بن عمير ناقص الفرق بين هذا والله يعطيك هذا، السنة التي فرض فيها الصيام، السنة التي فرض فيها الصيام. الله أكبر. اقسم على 23 بقى قسمة 3 أو بنسبته 2 أو بنسبته 1. ما أثار انتباهي أن مصعب بن عمير صام أقصاه صام رمضان واحد ونحن صمنا عشرات الرمضانات ولم نصل إلى نزل القليل من مصعب بن عمير. لأن ننظر معي ذاك 19 هذا زائد هذا يعطيك هذا. انظر الآن 27 ناقص 3 ناقص 2 ناقص 1 لم يشارك إلى الآن يعطيك هذا. الآن ننظر إلى الجمال، انظر إلى الجمال، ثلاث الآية، الآية مع هذا، مع سنة الاستشهاد، مع السنة التي فرض فيها الصيام، مع 21 يعطيك مصعب يهمس في أذن رمضان. الله أكبر. الآن هذا انظر معي، هذا ناقص هذا مجموع رتب الآية، وقلنا 19 زائد 7 أعطانا هذا، لأن 19 ناقص 7 يعطينا هذا. أولين رتبته، أولين رتبته، أولين رتبته، أولين رتبته، لأن مدة الوحي 23 أولين رتبته. انظر إلى الجمال، 525 زائد كل هؤلاء زائد ذاك 23 يعطينا ماذا؟ ظهرت سنة الاستشهاد، لابد أن تظهر سنة الميلاد، لابد. لأن انظر معي سنة ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم، سنة فرض الصيام، سنة استشهاد مصعب. هذا هو رتبة العدد الأولي هذا. الآن انظر هذا مع هذا، انظر هذا مع هذا مع مصعب يهمس في أذن رمضان يعطيك ماذا؟ يعطيك هذا العدد. أمره الله أن يكون أولي رتبته هذه. الآن مجموع رتب مصعب يهمس في أذن رمضان أولي رتبته. الآن ننظر ذاك 27 تذكرون قلنا 27 ناقص ناقص 27 ناقص 3 ناقص 2 ناقص 1، يعني 27 زائد 3 زائد 2 1 زائد 1 يعطيك هذا. اقسمه على 23 بخلص مع 10. انظر إلى الجمال، هذا مع رتبته مع 307 ناقص 10 يعطيك هذا. أشهد أن هؤلاء شهداء عند الله يوم القيامة. الله أكبر. لأن هذا ناقص هذا يعطيك هذا أولي رتبته 266. الله في جميع اللغات. انظر إلى الجمال، هذا الآن قلنا هذا زائد هذا أعطانا هذا، لأن هذا ناقص هذا ناقص هذا
معها ناقص هذا ناقص هذا مع هؤلاء، انظر مع ال 266 مع ال 114 ماذا يعطينا؟ يعطينا من المؤمنين، من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. الله أكبر، انظر إلى الجمال. الآن هذا ناقص هذا يعطيك هذا، أول 322 مدة الوحي 23 أول 9، انظر إلى العظمة. هذا مع هذا مع هذا مع هذا، انظر مع هذا مع هذا مع هذا، ماذا يعطيك؟ يعطيك مصعب يهمس في أذن رمضان. الله أكبر. الخطبة، خطبة عنوان خطبة الغد إن شاء الله، أول جمعة في هذا رمضان. الآن البرمجة الإلهية تحكي قصة استشهاد مصعب الخير. بدأنا القصة كلها بدأتنا، ما هو عنوان خطبتي في الجمعة الأولى شهر رمضان؟ هذا مرة واحدة. الجواب كان مصعب يهمس في... الآن كل ما ظهر في الدراسة مصعب يهمس في أذن رمضان، فورب السماء ظهر 8 مرات وما محمد ظهر 4 مرات، لأن المؤمنين الرجال صدقوا ظهر 4 مرات، أشهد أن هؤلاء ظهر 4 مرات، سنة ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم ظهرت 4 مرات، توازن تام، سنة استشهاد مصعب ظهر 4 مرات، انظر معي، السنة التي فرض فيها الصيام ظهر مرة واحدة، لا مصعب يهمس في رمضان ظهر 5 مرات، العدد الأول الوحيد، سبحان الله 5 مرات، 1، 2، 3، 4، والخامس الأولى هي 5، انظر إلى الجمال. الآن ننظر إلى العظمة، من برمج؟ المجموع بدون، أي مجموع كل ما ظهر كل هؤلاء مجموعهم 35، هذا هو رتبة العدد الأول 149، 149 ناقص 35 يساوي 114. الآن ننظر إلى الجمال، 35 ناقص الاستشهاد، قال وما محمد إلا رسول قد خلص من قبله رسل قتل، جاء الرسول صلى الله عليه وسلم قال من المؤمنين رجال صدقوا، وقال بعد ذلك أشهد أن هؤلاء، هذا 4 مرات، كل مرة 4 مرات، 35 ناقص 12 يعطيك 23، العدد المبيني ظهر هذا، فلا بد أن يظهر هذا أول رتبته، لأن المجموع مجموع هؤلاء هو هذا، هذا رتبة العدد الأولي هذا، لأن المجموع مع الرتب سأجمع معها أي الرتب، العدد الأولي الوحيد هو هذا، المجموع مع الرتب يعطيك هذا أول رتبته، أول رتبته. الآن ننظر إلى الجمال، هذا مع هذا مع هذا مع هؤلاء، انظر معي، انظر انظر معي مع هؤلاء، وما محمد ما قاله مصعب قبل أن يموت، ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، ماذا يعطيك؟ يعطيك هذا. ما هو هذا؟ مصعب يهمس في أذن رمضان. الله أكبر. لأن هذا ناقص هذا يعطيك هذا أول رتبته، لأن مجموع كل الأعداد سأجمع كل الأعداد، انظر سأجمع كل الأعداد يعطيك هذا. الله في جميع اللغات 114، المرة أخرى المجموع مع الرتب، المجموع مع الرتب أول رتبته، أول رتبته. الآن ننظر إلى الجمال، هذا مع الله مع 41 يعطيك هذا، من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه. الله أكبر. الآن هذا ناقص هذا يعطيك هذا أول رتبته. الآن الأربعة والأربعة والأربعة، تذكرون ما قاله مصعب قبل أن يموت، ما قاله الرسل، ما قاله الرسل، انظروا 12 رتبة العدد الأولي 37، انظر للجمال، هذا مع هذا مع هذا، انظر مع 37 مع هؤلاء مع 114 مع 307 مع 63 مع هؤلاء، انظر ماذا يعطيك؟ يعطيك هذا، أشهد أن هؤلاء شهداء عند الله يوم القيامة، فأتوهم وزوروهم، ولنفسي بيده لا يسلم عليهم أحد يوم القيامة إلا رضوا عليه. الله أكبر. الآن انظر إلى الجمال، سبحان الله، مجموع أعداد آية وحديث من برمج، سأجمع الآية والحديث، انظروا معي، هذا الحديث أجمع معه الآية، هذا رتبة العدد الأولي هذا، اقسم على 114 و23 باقي القسمة، باقي القسمة، هذا أول رتبته، وهذا أول رتبته، هذا أول رتبته، وهذا أول رتبته، المجموع هو نعم 143. الآن أشهد أن هؤلاء شهداء عند الله يوم القيامة فأتوهم، وهذا تذكرون ما آخر ما قاله النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هذا أمر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، أمرنا أن نسلم عليهم إلى يوم القيامة. الآن ننظر معي، هذا ناقص هذا يعطيك هذا أول رتبته، اقسم على 114 باقي القسمة 38، مع الله، انظر انظر
هذا زائد هذا مع 143 مع ما قال ما أمرنا به الرسول صلى الله عليه وسلم مع هذا مجموع رتب ما قاله الرسول هذا رتبته مع هذا مع الله ماذا يعطينا؟ يعطينا هذا ما هو هذا العدد؟ انظر هذا العدد انظر هذا العدد انظر 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 هو مجموع الدراسة الأولى كل أعداد الدراسة الأولى الأساسية كل أعداد الدراسة الأساسية كلها كلها انظر مجموع كل أعداد الدراسة الأساسية كلها 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 من ألفها إلى يائها انظر إلى العظمة والبهاء والجمال انظر كل الأعداد كل الأعداد وصلنا إليها هنا الآن تذكرون جمعنا هنا جمعنا مجموعها الآن نطرح هذا ناقص هذا ناقص هذا ناقص هذا ناقص هذا ناقص هذا ماذا يعطيك؟ يعطيك هذا مدة الوحي أول نسبته الله أكبر انشروا علم المبين من أعجب العجب العبقرية اللانهائية اللامتناهية انظروا كيف برمج الله سبحانه وتعالى كل شيء حياكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.